الوضع هذا خلى الحالة تزيد يعني تدهور. لو يبقى الوضع كما هاك رايحين نفقدوا بزاف أشياء، ولهذا على الأقل يخلوا مثلا البارح كان جاء يعني قرار باش ينقص عدد المتفرجين من رقم إلى رقم بسبب الجائحة، بسبب الجائحة. نظن خايف بزاف انه رايحه تعاود الامور كما كانت، ويتبلعوا المسارح ويتبلعوا المعارض تاع الكتب. مع انه مسرح بالعباس مسرح عريق ومسرح قدم الكثير و... تفضل. نريد الحياه، استرنا الكريم، اعطونا المسرح نعطوكم الحياه. المسرح هو الحياه. وهذا هو هذا هو كان شعار هذه الدوره. الكتاب وحياه، الكتاب وحياه، والمسرح وحياه. ايضا نرجع لك استاذ عاشور وحيد.